تسلمت السلطة المحلية بمحافظة المهرة شحنة من مادة الديزل لتشغيل محطات الكهرباء لشهر يوليو الجاري دعما من المملكة العربية السعودية عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن. وأكد محافظ المهرة محمد علي ياسر خلال الاستلام بحضور الأمين العام للمجلس المحلي سالم نيمر ووكيل المحافظة للشؤون الفنية المهندس سالم العبودي ومدير عام فرع شركة النفط بالمحافظة محسن بلحاف ونائب قائد قوات التحالف العقيد الركن محمد الثمي أن المنحة السعودية من المشتقات النفطية تمثل أهمية كبيرة في دعم وتعزيز محطات توليد الكهرباء والمستشفيات وغيرها من المنشآت الخدمية بالمحافظة، مشيرا إلى أن البرنامج السعودي يستعد لإنشاء محطة كهرباء بقوة 40 ميجاوات ومشاريع طرق في المحافظة، مشيدا بالدعم السعودي المقدم لمحافظة المهرة في مختلف المجالات. من جانبه أوضح مدير البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بمحافظة المهرة عبد الله با سليمان بأن الشحنة المقدمة تقدر ب 4800 طن من مادة الديزل دعما من المملكة العربية السعودية لقطاع الطاقة في محافظة المهرة. مشطون لتدشين المنحة السعودية المقدمة للكهرباء والمشاريع الأهلية، وهي السنة الثالثة على التوالي، ولا يسعنا هنا إلا نتقدم لحكومة وشعب المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، كذلك برنامج الأعمار السعودي الذي يقوم بجهد كبير برئاسة الأخ السفير محمد آل جابر. وليس هذه المعونة فقط في محافظة المهرة، إنما فيه أيضا بناء مشاريع، وكذلك عندنا مدارس، وعندنا يعني مساهمة إن شاء الله في الطرقات، وأملنا كبير أيضا أن نصل إلى مدينة الملك سلمان الطبية إن شاء الله بإذن الله تعالى. وهذا يعني ليس جديد ولا غريب على المملكة العربية السعودية. هذا طبعا هذه المنحة يعني تساوي بالشهر حوالي 2 مليون دولار دون تفاصيل وغيرها. لا يسعنا هنا أيضا إلا يعني نقول أننا ممنونين كثير كثير الأخوة في البرنامج الأعمار السعودي أيضا حول أيضا ما قدمته من مكاين للكهرباء وما سيقدمونه من 40 ميجا، والتي الآن إن شاء الله بدأنا نعد المكان لها. اليوم ندشن السنة الثالثة من المشتقات النفطية لمحافظة المهرة، السنة الثالثة على التوالي بعد سنتين من الدعم من منحة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله. طبعا البرنامج السعودي يقوم برعاية هذه المنحة ومتابعتها، وجود البرنامج السعودي في الأراضي اليمنية يدل على جدية المملكة في دعم أخواننا وشقائنا اليمنيين ورفع مستوى معيشتهم. طبعا البرنامج السعودي يدعم محافظة المهرة والعديد من المحافظات الأخرى، وكما يدعم كثير من القطاعات مثل القطاع الصحي والتعليم والنقل والزراعة والثروة السمكية. طبعا اليوم نحن هنا ندشن مرور عامين على المنحة السعودية مكرمة خادم الحرمين الشريفين التي بدأت عام 2018 في شهر يونيو، واليوم نكمل عامين من العطاء مع المملكة العربية السعودية، وليس بغريب على الشقاء في المملكة العربية السعودية، وهذا يعني جزء يعني بسيط من الدعم الكبير الذي يقدم للجمهورية اليمنية ولمحافظة المهرة. الحمد لله نحن نشهد الآن عامين الحمد لله دون توقف من المشتقات النفطية لوقود الكهرباء، والتي شملت جميع مديريات المحافظة وغطت جميع المشاريع الأهلية مشاريع المياه والخدمات، وأثرت بشكل كبير في حياة المواطن الحمد لله وزالت الكثير من الأعباء. في الأخير نشكر مرة أخرى شقائنا في المملكة العربية السعودية